والصدقة بالمال الحرام على قسمين. القسم الأول أن يسرق ليتصدق به، أو يسرق فينفقه على نفسه، فهذا عمل مرذول غير مقبول ولا يصح بالإجماع ولا تقبل صدقته. ولا يتخيل الإنسان ويلبس عليه الشيطان أنه يسرق ليتصدق فيؤجر على الصدقة ويأثم بالسرقة، فهذا يكافئ هذا. هذا من تلاعب الشيطان ببعض الجهال، فإن الصدقة غير مقبولة أصلا لأنها من مال الحرام، فعليك وزر الصدقة وعليك وزر التقرب بالحرام، فإن الله طيب ولا يقبل هذا الخبيث. النوع الثاني أن يأخذ المال من الغنيمة ثم يتصدق به على الغير. فبعض أهل العلم يفصل في هذه القضية، بعض أهل العلم يقول تبرأ ذمته إذا أخرج هذه الصدقة بنية التخلص منها، ولكن عليه إثم السرقة وليس إثمه بمنزلة إثم الأول. وهذا مروي عن طائفة من أكابر أهل العلم، فإنهم قالوا ينفق هذا المال بنية التخلص منه، ولكن ينبغي تقييد ذلك إذا عجز أن يرجعه إلى أصحابه. أما إذا كان قادرا أن يرجع إلى أصحابه فهذا فرض عليه. وقال بعض أهل العلم في المسألة تفصيل، إذا أخذ المال من الغنيمة أو سرقه فإن قدر أن يعيده إلى أصحابه فهذا فرض عليه، ما لم يترتب على ذلك منكر أكبر، وإن عجز فهو يخرجه بنية التخلص منه لمصالح المسلمين العامة أو الخاصة على الصحيح، وعليه إثم سرقته. ولكن لعل التوبة فيما بعد تجب ما قبله، أو لحسن توبته كفر الله عنه سيئاته.